الأستاذ فيصل كان وكيل. أنا سعيد بالزيارة واستمعت من الأمير الكثير من الأحداث والمواقف العشائرية تاريخيا قديما وحديثا اللي صارت بين العشائر العراقية ومواقفهم الوطنية، فأكيد راح هاي المواقف راح نعتبرها هي تجربة ودروس بالنسبة لنا كالسياسيين. راح يكون هناك زيارات أخرى أكيد مماثلة، ابتداء من هذه الزيارة خلق عندي واهس أن أقوم بزيارات إلى القبائل الأخرى والمضايف الأخرى والعشائر الأخرى. في الحقيقة هذا تعايش بين الشعب العراقي مو وليد اللحظة، وإنما مستمر لآلاف السنين. الشعب العراقي شعب واحد، ما تفرق أي شيء بقومياته بأديانه بطوائفه. السيد نجار بن بارزاني مرحب به في مدينة النجف الأشرف، وبالذات عند العشائر العراقية العربية، لأنه يمثل، هو من قدم إلى الزيارة. النجف الأشرف تربطها بعائلة بارزاني علاقة قديمة من أيام السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه في السبعينات والستينات. وكما يعرف مضيف أمارة بني حسن منذ زمن قديم علاقات تربطه مع الأخوة في الأكراد وفي الإقليم، علاقات طيبة، وإن شاء الله المرجعية الرشيدة أيضا تبارك هذه الخطوة من خلال زيارة ممثل حكومة إقليم كردستان للنجف الأشرف، والآن هو في ضيافة إمارة بني حسن، وستبقى هذه العلاقة مستمرة وترابطة وموجودة على مدى التاريخ.